صباح الخير أعزائنا المشاهدين، صباح الورد والياسمين، صباح الابتسامة والإيجابية، ويا مرحبا بكم في برنامجكم استوديو الضفرة بفترة الصباحية، وصباح متنوع بمواضيع مختلفة وأيضا غريبة، من نودلز وإيجاص، من التسامع علاج للأمراض، من الفراش يعكس شخصيتك. ما بطول عليكم ونبدأ بالعناوين. كيف يصبح التسامح وسيلة لعلاج الأمراض؟ ما هي طرق اختيار الأثاث المناسب لمنزلنا؟ هل سبق أن تذوقت طبق نودلز الأرز مع الإيجاص الأمريكي؟ السر مع شيف ربيع عامر. التسامح من القيم الأساسية اللي تنادي بها جميع الديانات والثقافات، ولكن هل من الممكن أن يمتد أثرها وفائدتها للعلاج من الأمراض؟ أسئلة كثيرة نناقشها مع الدكتور أسامة اللهلة، استشاري النشاط البدني وأسلوب الحياة، ولكن بعد أن نشاهد استطلاع الرأي التالي. نتسامح يعني إذا حد غلط علي أو حد قال لي كلام جارح، يعني أتفهم وياه بأسلوب لين وأتعامل وياه يعني معاملة زينة عشان هو يتفهم الوضع. والله التسامح بشكل عام هو بيكون عبارة عن تقبل الآخر وعدم النظر إلى السلبيات، فقط النظر إلى الإيجابيات والإشارة إلى السلبيات مشان تحسينها. بقول لك تسامح طيب الخاطر ورضى القلب، وتسامح اخوانك وابوانك وجماعتك وتكون طيب معهم وباخلاق زينه. المحبه، انتشار التسامح بين الناس عن طريق ابعاد الحقد عن القلوب، ننظر الى الناس بطريقه حلوه، بطريقه المحبه ونشرب بين كل الانسان موجود. التسامح بوجهه نظري ان القلوب تكون صافيه وما حد يشل على حد في الدنيا وما تسوى شيء. التسامح هو تقابل الثقافات مع بعض وانصهار ببوتقة واحدة هي بوتقة الإنسانية، يعني كيف الإنسان يتعامل مع أخوه الإنسان بالطريقة اللي رب العالمين أرادها للناس. بسامحه، بيغلط معي، بحاوره، ما في مشاكل، ما منصعد القصص والحكاية بين الناس. والله التسامح تسامح القلوب مش تسامح الوجوه، دايما الناس تكون قلوبها على بعضها، تحب بعضها، في تسامح بينه وبين الناس وبعضها، القلوب تبقى صافية لبعض. ده أهم شيء في التسامح ما بين البشر. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور أسامة اللهلة، استشاري النشاط البدني وأسلوب الحياة. حياك الله ويانا دكتور أسامة. حياكم الله وتحياتي إليك وللسادة المشاهدين من وطن التسامح، من أرض التسامح ومن عام التسامح. بداية نعرف شو هو التسامح. يا ستي الحقيقة المهمة جدا، التسامح ليس عبارة عن كلمات تقال، ولكن هو أسلوب حياة وسلوك يدرس وأيضا يكتسب من البيئة اللي احنا بنعيش فيها. وإحنا ما دمنا عايشين على أرض الإمارات وفي عام التسامح بنلاحظ كل هذه الجنسيات وكل هذه الأطياف المختلفة، كيف الجميع يتم معاملته بسواسية وبطريقة واحدة. التسامح هو حقيقة يعكس الصورة إيجابية، يعني عكس موضوع الظلم وعدم أو المحاباة. التسامح الدراسات الحديثة بتأكد بأنه مع انتشار كل هذه الأمراض اللي نسمع فيها، ولا سيما الأمراض السرطانية ومع الأمراض القلب وتصلب الشرايين وضغط الدم، واللي بنسمع دائما اللي عنده القولون العصبي واللي عندهم قرحة المعدة وهذه الأمراض اللي هي الأمراض المزمنة، الدراسات بتحكي بأنه الشخص اللي بيعاني من هذه الأمراض مهما تعرض أو مهما أخذ أفضل الأدوية لن تعطي النتائج. فالدراسات بتحكي التسامح والحب، والجسم البشري لديه طريقة عجيبة غريبة على أن يشفي نفسه بنفسه بالتسامح والحب، والتسامح هو حب والحب هو تسامح. نعم. وبتحكي الدراسات بأنه التسامح الانعكاسيات الإيجابية الناجمة على الصحة تفوق أفضل أنواع الأدوية على أفضل أشهر أيدي الأطباء. إذا التسامح مش فقط عبارة عن كلمات، هو سلوك حياة ينعكس في قدرتي على تقبل الآخر واحترام الآخر حتى لو أساء إلي. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني ربي بتسع، منها أن أعفو عمن ظلمني وأعطي من حرمني وأصل من قطعني، وكلام ربنا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في النهاية شو بتحكي الدراسات؟ المتسامحين أكثر صحة
وأطول عمرا، لما نحكي على أطول عمرا بنعرفها بعد شوي شو المقصود فيها، وأقل عرضة للتعرض للأمراض وبالتالي لا يشيخ مبكرا. إذا نفهم من كلامك دكتور أسامة أن التسامح هو شيء نابع من الشخص وأيضا سلوك مكتسب، هو يعني التعايش والمحبة والطاقة الإيجابية وأيضا حتى مسامحة الأشخاص اللي يظلمونه، في هذه الحالة يعني يكون يحتاج إلى طاقة كبيرة نولدها من داخلنا سبت نقدر نسامح الشخص الآخر، كيف نقدر نولد هذه الطاقة؟ أحسنتي. التسامح ليس أني أنا أتسامح مع شخص يعني ما ابتسم لي او اعاتبه، لا، التسامح سمه عاليه جدا تكون اعلى من 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 قدرتي انا كشخص. هذه احنا اللي بدنا نصل الها. نعم. بانه بمعنى اكثر دقه حديث الرسول لما تكلمنا ان اعفو عمن ظلمني والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كلام ربنا، انه انا يتصل فيي المرحله انه اللي بيسيء لي اسامحه. ليه؟ سقراط بيحكي عباره جميله جدا، الذين يفكرون في الانتقام من الآخرين الذين أساءوا إليهم كمن يفكر في تجرؤ كمن يتجرع السم وينتظر أن يموت الآخر. بمعنى آخر، أنت المستفيد الأول لأن في حالة التسامح لمن أساء إليك، لأن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، فمن أحسن أحسن لنفسه ومن أساء أساء إليها. المعادل هذا الشخص اللي أساء لي، أنا مهما يكون سين صاد من الناس أساء لي، أنا علاقتي مع ربنا ليس علاقتي مع البشر. إذا نفهم دكتور أسامة أن التسامح والسماح لشخص ظلمني هو لمصلحتي بداية قبل أن تكون لمصلحة الشخص الآخر. خذي النقطة البسيطة جدا، كلما كان هناك تفكير بأنك أنت ستنتقم من الآخرين كل هرمونات الجسم راح تختلف، سيغرق الجسم بهرمونات القلق والتوتر الأدرينالين والكورتيزون، وهذه الهرمونات ستؤدي إلى انخفاض المناعة بشكل محسوس جدا، وبالتالي ستؤدي أن يصبح جسمي أنا الشخص اللي مش قادر أسامح حامضي، أي متأكسد، أي وسط صلب جدا للخلايا السرطانية. في حالة العكس، الذين يعيشون حالة من التسامح وحالة من الحب مع الذين أساءوا إليهم، يبدأ الجسم بإفراز مادة حليبية، مادة بيضاء، تبدأ هذه المادة بسحب الخلايا إلى بعضها البعض، وتبدأ الخلايا بالبحث عن الخلايا الضعيفة والميتة والمسرطنة وتبدأ في التهامها. فإذا هذه العملية الفسيولوجية لارتفاع المناعة من جراء التسامح تفوق حكينا كل أنواع الأدوية. النقطة الأكثر أهمية، إحنا كبشر لما نتكلم عن الناحية الصحية تبعتنا، إحنا الوراثة أو الجيني، العامل الجيني نسبته 25%، 75% في جيبتك، ومنها الدراسات بتحكي العامل الأول كيف أتعامل مع الآخرين. نعم. فبالتالي هذه أنت مسؤولة عنها، كيف أنا أتعامل مع فلان حتى لو أسألي، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، تهاد وتحاب. أعطيك مثال بسيط جدا، لنفرض جدلا سين من الناس زميل لإلي أو لإلك عم بيسيء لي، وأنا كل يوم بجيب له هدية وردة، واو، مرة تنتين ثلاثة بعدين بالمثل العام بيحكي حيستحى وجهه لأني أنا عاملته بالإحسان. لقمان شو بيحكي لابنه؟ قال له يا بني هل وجدت النار تطفئها النار؟ إذن النار لا تطفئها، يطفئها الحب، يطفئها الماء. وهل تعلمي أنه في هرمون في الجسم اسمه هرمون الحب، هرمون الأكسوسوتين؟ هذا هرمون حب، هرمون الحب وهرمون الأندروفين والسيروتونين والدوبامين، اللي هذه مجموعة هرمونات الصحة والسعادة تتولد بشكل وتعمل عملية اللي هي بنسميها بالمصطلح العادي اللي هي عملية تعمل الجسم يغرق في هذه الهرمونات. فبالتالي بيئة الجسم تصبح قاعدية وليس حامضية، يتخلص من التأكسد، بينام كويس، ما في قلق، ما في توتر. والدراسات بتحكي أيضا الناس اللي بفكروا بهذا القلق والتوتر يصبح إنسان همجي بدائي، ما بيعرف شو بيحكي، يخرج عن النص، فبالتالي بالأخير يصبح هو الخسران الأول. إذن هو ينعكس على الصحة الجسدية والنفسية. نعم. ولكن نشوف دكتور أسامة، أنا هذا كلام جميل والتسامح قيمة رائعة، ولكن نشوف أشخاص ممكن يسامحون قاتل أهلهم أو أولادهم، وأشخاص ثانيين ما يقدرون يتسامحون ويا شخص يعني مثلا غلط بكلمة. نعم. ليش في أشخاص عندهم هذه القدرة بينما الآخرين ما يمتلكون هذه الطاقة للتسامح مع الآخرين؟ لأنه السؤال هذا فعلا، التسامح هو مكتسب ومتعلم، فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولكن كيف نولد؟ نعم. هذه القيمة لما أصل إلى مرحلة، خلينا نحكي نقطة مهمة جدا. نعم. هذا السلوك اللي أدى اللي إني ما أسامع على شيء، هذا السلوك هل أستطيع تغييره؟ لا. إذن لماذا أخلق من المشكلة مشكلتين؟
فلان أكل مالي، أو مهما كانت القضية اللي بيني وبينه. المعادلة جدا بسيطة. أولا النقطة الأساسية بأنه عدم تفكيري في مسامحته لن يؤدي إلى حل المشكلة، بالعكس أنا عم بخسر نفسي. ليه؟ لأنه سيصبح هناك عندي اضطراب في عمل كل هرموناتي 24 ساعة بفكر كيف بدي أنتقم. هذا التفكير في كيفية الانتقام من السين الشخص الذي أساء لي سيؤدي إلي أنا أنسى كل تبعات حياتي. ولكن هل بالضرورة أن يكون الانتقام هو عكس أو ضد التسامح؟ طبعاً. يمكن أن الشخص يعني لا يعذر الشخص الآخر ولكن لا يريد الانتقام منه. سيدتي ما هو إذن هو في داخله، في عقله الباطن، وهذه المشكلة هنا تكمن في عقله الباطني، هو غير متسامح أنه هذا الشخص أنا ما أجيبه لسيرته، أنا هذا الشخص عمري ما بسامحه. التسامح ليس كلمة، هو سلوك، أني أنا أتعامل مع الآخر الذي أساء إلي. هم أسماء الله الحسنى. إذن كيف نربي هذا السلوك؟ على فكرة الدراسات شو بتحكي، يبدأ تربية السلوك في مراحل العمر الأولى. نعم. وفي بعض الدراسات بتحكي يبدأ والطفل جرين داخل بطنه. أجا رجل لسيدنا عمر قال له يا أمير المؤمنين علمني كيف أربي ابني. قال له كم عمر ابنك؟ قال له يوم. قال له قد تأخرت كثيرا، لأنه يبدأ تربية الطفل في تخيلوا نطفكم في العرق الدساس، فيبدأ في الرسائل الإيجابية. نعم. بين الزوج والزوجة وهي حامل، يبدأ في الرسائل الإيجابية بين الأم والطفل. بتعرف شو بتحكي الدراسات الحديثة؟ طرحت نقطة جدا مهمة، عملوا دراسات على الحب والتسامح بين الأطفال، وجدوا أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية لمدة حولين كاملين أكثر كفاءة على التسامح. شو السبب؟ السبب بأنه الأم عم بتعلمه، هي عم بترضعه هرمون البرولاكتين وهرمون الحب عم بيكتسبه منها، فبالتالي في حدا يطبطب عليه، فبالتالي بيجد قلب حنون يحتويه. فبنحكي دائما السلوك في مراحل الطفولة الأولى وخصوصا في أول 3 سنوات مهم جدا أن أكسب طفلي عادات الحب والتسامح. ماذا إن لم يكتسبها في هذه الحالة شو الحل؟ الحل يا سيدتي انه يغمض عينيه لحظات ويسال حاله سؤال، في حاله اني انا ما سمحت فلان من المتضرر الاول؟ ثق تماما انت المتضرر الاول والثاني هو في عالم اخر. المعادله اني انا اسامح كي انا ارتاح، لاني انا فمن عفى فاجره على الله سبحانه وتعالى. ولكن أعود دكتور أسامة إلى هذه النقطة، يمكن نشبهها بأن الشخص اللي مثلا حد ظلمه بطريقة بشعة ممكن يكون محبوس في هذا السجن العقلي ما يقدر يطلع منه وما عنده المفتاح يطلع من هذا السجن. كيف ممكن ان هالشخص يقدر يتسامح؟ يمكن سهلة بالكلمات ولكن صعبة التطبيق. انا حسألك سؤال، لو خرجنا هلا من الاستوديو وشفنا شاب بعضلات وماسك طفل صغير وعم بضرب فيه، مع مين بتصفي؟ بتصفي مش واقف. ليه؟ لانه مظلوم. نعم. والمظلوم مين معه؟ الله سبحانه وتعالى. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا وقد خاب من حمل ظلمة. إذن أنا في النهاية معادلتي إن لم أقدر أوكل أمر الله، سيساعدني الله سبحانه وتعالى وراح يعوضني أحسن، يخلفني أحسن من هذا الشيء، سواء كان مال أو إلى مال نهاية. المعادلة باختصار بسيط، هي تحتاج إلى تدريب وتحتاج أن أقف مع نفسي لحظات بسيطة جدا. السلوك الذي سأقوم في ممارسته بعدم المسامحة سيؤدي إلى يؤثر نفسيا وفسيولوجيا وبدنيا على تفكيري، علاقاتي مع الآخرين، عدم قدرتي على تقبل الآخر، وبالتالي بندخل في موضوع اسمه سوء الظن. إذن كل الناس سيئين لأنه أنا فلان أساء لي. لا أبدا، بالعكس، خلي علاقتك مع ربك، فبالتالي هو الذي يعلم في القلوب، هو رب قلوب. إحنا إنا في الظاهر، فبالتالي ما بدنا نعيش حالة من القلق والتوتر نتيجة التوقع الغير حاصل، فيبدأ الإنسان في دائرة إلها بداية وما إلها نهاية. نعم دكتور أسامة، ممكن نقول أحد الحلول إذا الشخص لم يستطع أن يتحكم بمشاعره، لم يستطع أن يسامح الشخص الآخر، ونحن نتكلم الحين في يعني ظلم شديد، في هذه الحالة شو يكون الحل؟ يعني مثلا هل ممكن أن الشخص لا يستطيع أن يتحكم بمشاعره ولكن يستطيع أن يتحكم بأفعاله، فعلى الأقل لا يقوم بالانتقام إلى أن يربي في نفسه هذه الطاقة الإيجابية؟ أنت ترى يعني أخذتيني على موضوع جدا مهم، هذا ردة الفعل، إحنا بنسميها ردة الفعل جراء السلوك. نعم. فعل ورد فعل، المسؤول عنه العقل الباطني. العقل الباطني سرعته 40 مليون بايت بالثانية، يعني أسرع ب7 ثواني من العقل الواعي. فالعقل الباطن هو ردة فعل لا إرادية يحتاج إلى تدريب ويحتاج إلى برمجة. نعم. وهلأ في فعلا عملية برمجة السلوك، كيف أنا أتقبل من أساء إلي. نعم. يعني هلأ كثير في بعض المقابلات التوظيف في الوظائف المهمة جدا بتكوني جالسة، بدخل شخص بيصرخ عليك بيصوت عليك
وانت ما بتعرفي من هو بيكون ضمن من ردة فعلك. ردة الفعل وعملية ضبط السلوك تحتاج إلى تدريب، وتحتاج على فكرة علماء النفس وعلماء الاجتماع بيحكوا للنجاح 100,000 باب، ولكن أهم باب الذي يؤدي إلى النجاح هو الانضباط، وإحنا في ديننا الانضباط هو الالتزام بما أمر الله وخصوصا الصلوات. فبيحكوا الأشخاص الذين يلتزمون في إداء الصلوات في مواعيدها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يكون أكثر تحكما في سلوكه، لأنه هو مرتبط مع مين؟ مع الخالق وليس مع الخلق. فبالتالي أنظر إلى الخلق عبارة عن هم ليس أعداء لإلي، هم زملاء لإلي، فمن أساء حكينا أساء لنفسه ومن أحسن فأحسن إليها. خلينا ندخل التسامح، بدخل في باب الحب وباب العطاء وباب سبحان الله الدراسات بتحكي، حتى كل الدراسات العقائدية، إنه الإنسان النفس البشرية جبلت على حب من أحسن إليها. لا يمكن أن تتصوري إنك أنت تسيء إلى إنسان، يسيء لك إنسان وتحسني له أن يستمر في الإساءة. تحتاج إلى عملية ضبط، وتحتاج إلى عملية إرادة عالية جدا، ولكن تحتاج إلى وقت. ونحن نبعث كل عبارات الحب إلى مشاهدينا، وشكرا جزيلا على هذا الكلام الرائع، وإن شاء الله نكون متسامحين ونكون في تحابب بشكل يومي، وتكون عادة فينا يعني ما نتخلص منها. هي بالرسالة مختصرة جدا، رسائل الحب والتسامح المستفيد الأول منها أنت. نعم. وبالتالي ستصبح أكثر صحة بدنية ونفسية، بتنامي كويس، لأنك في الأخير علاقتك مع رب العالمين. كل المحبة أعزائنا المشاهدين، ولكن هذه ليست النهاية، فنحن مستمرين معكم ولكن بعد الفاصل. ما هي طرق اختيار الأثاث المناسب لمنزلنا؟ هل سبق أن تذوقت طبق نودلز الأرز مع الإجاز الأمريكي؟ السر مع الشيف ربيع عامر. عند التفكير في تصميم الديكور أو تغييره، ممكن من الضروري يكون اختيارنا ملائم لشخصية القاطنين في المنزل، بالإضافة إلى مراعاة بعض الأساسيات الهامة واللي بتحدثنا عنها مهندسة الديكور رنا الغصيني. هيا تشالوا ويانا مجددا رنا. أهلا. واليوم موضوعنا شيء مختلف، في تحليل شخصية، وبنتحدث أكثر عن الألوان والشكل والألوان المختلفة والأشكال المختلفة، وشو هي الشخصية اللي من وراها. صحيح؟ جاهزين؟ نبدأ بالصورة الأولى. يلا نشوف المودرن أكثر. صح، نحن كمان اليوم خلينا نتناول أكثر الأنماط المختلفة من الديكورات الداخلية. طبعا. يعني نحن عندنا هون الطراز اللي كتير مودرن، عادة اللي كتير مودرن بيستخدموا قطعة إكسسوار أو أي شغلة بتكون كتير فيها جرأة، مثل ما شايف نحن السرير اللي موجود معنا، بس كمان فينا نشوف قدي في انسجام بين هالقوس اللي موجود بالسرير مع الأقواس اللي موجودة بالشبابيك حتى مع الدرج، وبنفس الوقت إذا ملاحظة أنه هني كمان مستخدمين هالكرسي من الطراز الكلاسيكي، يعني نعم. كمان كتير حلو الدمج لما بيكون عندنا شغلة كتير عصرية كتير هيك بتحاكي الموضة، وبنفس الوقت نحن حطينا قطعة كلاسيكية مميزة معها. بس رنا ليش نشوف أن الحين الكثير من الأشخاص يتجهون للمودرن عوض التقليدي؟ هل هو أنه عملي أكثر؟ أول شغلة إذا بدنا نحكي من ناحية المودرن، دايما بيكون شغلة عملية بسيطة متواجدة بالأسواق أكثر. نعم. تمنها أرخص كمان من الأشياء الكلاسيكية. نعم. الأشياء الكلاسيكية بتكلفنا وقت كمان أكثر، خصوصا الأشياء الستيل اللي فيها حفر، اللي فيها شغل كتير بالخشب، فنحن دايما منروح أو منتجه للأشياء المودرن، لأنه نحن مثل هالعصر اللي نحن فيه بدنا أشياء سريعة تلبي لنا حاجاتنا، عملية بسيطة. كمان ما تنسي أنه حجم الأثاث وحجم الإكسسوارات بيكون أصغر من الأشياء اللي بتبقى الستيل. صحيح. أو كلاسيكية. شوف الصورة الثانية والنمط الثاني.
على فكرة نحن النمط الثاني هون رحنا كثير على النمط الاسكندنافي. النمط الاسكندنافي دائما بيستخدم اشياء اساس بيكون ناعم، كثير بيستخدموا اللون الابيض. اذا مثل ما انت شايفه بتحس التخت هو مجرد خشب، كثير ناعم، كثير الوان، كثير هادي، ولكن هن مزينينه بالورق الجدران اللي موجود بالخلف اللي هو ثلاثي الابعاد. يعني نحن عندنا اللون الرمادي اللي مستخدم ثلاثي الابعاد، كثير حلو. على فكره انا من محبين اللون الرمادي لانه اللون الرمادي بيبرز شو الالوان اللي موجوده حد منه، بيعطيها قيمه. ولكن كنت بفضل انه الستاره، على فكره لون الستاره كثير حلو باللون السكري اللي بذكرنا بلون الخشب اللي موجود معنا، ولكن برايي الشخصي كنت بفضل انها تكون بدون باترن، يعني ما يكون فيها، تكون ساده. ساده لسبب انه نحن عندنا الخطوط اللي كثير حاده بورق الجدران، فبيكفينا انه يكون عندنا كمان نقش ثاني موجود. هل هالشيء ينطبق على السجاد اللي نشوفه؟ بالعكس السجاده منا كثير لابقة، خصوصا انه الباركيه الموجود على الارض ما في غير عرق الخشب. ولكن بالستاره انا كنت بفضل انها تكون نفس اللون ولكن تكون بباترن ساده حتى نخفف، ومحل الورد الموجوده او الشتله اللي موجوده كان بيطلع كثير احسن لو استخدمنا اضاءه، يعني صحيح. لو يمكن حطينا لايت حتى يضوي هاللون الغامق اللي بالزاويه كمان. نشوف الصوره الثالثه والنمط الثالث. على فكره هيدا بمسقط، هيدا تصميم داخلي لبيت بمسقط، والرائع جدا فيه هو الدمج بين الطراز الاسلامي. الطراز الاسلامي المحبب والعريق مع لمسه من المودرن، يعني اذا بتلاحظي اثنيناتهم مع بعضهم هن على فكره غرفتين مختلفين، يعني عندك غرفه التلفزيون وغرفه الجلوس للضيوف، ولكن اذا حسيتي انه هن مفصولين بين بعضهم بهالاقواس الاسلاميه ولكن مستخدمينه بطريقه عصريه. وحتى اللون ان هنالك يعني اللمسة العربية وفي نفس الوقت عملي في نفس الوقت مودرن، الألوان هادية، الألوان عم تحكي مثل ما للوهلة الأولى بتشوفي هالطراز الإسلامي، يعني حتى مبين بالزخارف الخشبية اللي موجودة بالخلفية واللي مزين فيها حتى اللي موجودة عنا بالسقف، ولكن بترجعي بتشوفي الإضاءة المخفية هي شيء عصري. اللون الفيروزي المستخدم حتى البراويز اللي موجوده مع السجاده الموجوده هن لون فيروزي عصري، فالدمج رائع جدا على فكره بين ال، يعني مو بالضروره يكون كله مودرن او يكون كله تقليدي، ممكن الدمج بطريقه راقيه. صحيح. نشوف هالغرفه، نحن هون عندنا غرفه مودرن محت، يعني عم يعتمدوا الطراز العصري الجديد، ان كان من الاضاءه اللي نازله من السقف، من ديزاين تبعه للستاير اللي نازله، الخشب اللي على الارض، حتى البرشلونه تشير اللي موجوده بالجلد والكروم هي كثير عصريه. وفي شغله بدي اقول لك عنها هون، يمكن نحن عم نحكي عن الطراز ولكن كثير حلو لما بتكون الستائر واصله للسقف. شو يعني السبب؟ بتعطي ارتفاع، بتعطي احيانا كثير بنوقع بمشكله انه مننزلها بس مجرد 20 سم، يمكن نحن بننحكم كمان بطول القماش اللي موجود معنا، ما بيكون عندنا طول قماش نحن مختارينه بكفي، ولكن اذا كان موجود كثير حلو انه نحن نبتدي من السقف. شوفي قد ايه بيعطي هيك فخامه اكثر للغرفه من انه يكون، ولكن ماذا عن التي في اللي موجود؟ يقولون الكثير من الاشخاص انه يفضل ما يكون في هنالك تلفاز في غرفه النوم. هسه هيدي شغله بترجع للشخص، يعني هو غرفه النوم محل للراحه، مش مفروض انه الانسان لازم يكون يحضر تي في، ولكن في كثير ناس هيدي شغله بترجع لحريه شخصيه، وانا دائما معك بقول انه اللي بحبه شخص ممكن شخص ثاني ما يفضله. صحيح. ولكن كل الاشياء اللي موجوده، الاكسسوارات، الفرش الموجود هو كله مستخدمينه بطريقه عصريه بدون اي اضافات من طراز ثاني. رنا، في اشخاص يقولون ان مثلا الاتجاه الى المودرن بهذا الشكل ممكن يذكرهم في غرفه الفندق، يعني ما يكون في لمسه المنزل، اللمسه الدافيه. لمسه يمكن نحن شوي معودين كطراز شرقي انه يكون عندنا الاشياء الستيل، الاشياء الخشبيه، ولكن نحن دائما بنحكي انه هو في بالتصميم في انماط مختلفه. ترجع لطبيعه الشخص، يمكن في كثير اشخاص الستيل بيزعجهم، يمكن كثير بحسسهم انه
يعني كثير المحل في زحمه، وخصوصا انه دائما بقول لك انه الستيل بيبقى القطع تبعه. بمناسبه أكبر. الحديث عن الزحمه نشوف هذه الصوره. على فكره هيدا اسمه الكونتري ستايل. نعم. او الطراز الريفي. نعم. هيدا بيعتمد على كل اشياء من الطبيعه، يعني دائما بتحسي موجود فيه الحجر الطبيعي، الخشب الطبيعي، الجلد كله، ودائما واغلب الاحيان مش دائما انه بيكون التخت هو مصنوع من المعدن. يعني هيدا الطراز هيك بيلبق له هيدا. نعم. الموجود فيه عادة كتير ناس كمان بتزيد تشمني أو مدفأة معه. صحيح. هيدا له ناس بحبوه، يعني له ستايل خاص. أو مثلا حيوانات معينة محنطة وما إلى آخره، ولكن تشوفين أنه مثلا ستارة مناسب الباترن اللي عليها مقارنة بالسرير. أنا كنت بفضل أنه الستارة الأسود أنا شخصياً ما حبيته. نعم. على فكرة بالنسبة للخامات اللي موجودة بالطراز الكونتري ستايل موجود معنا هون الطراز الريفي، بيستخدموا إشياء مشجرة، إشياء زهور كمان. نعم. حتى تجيب الطبيعة على قلب غرفة النوم. يمكن بالأسود شوي، الأسود مع الكوفر تبع السرير اللي موجود معنا كانوا كتير بعيد عن بعضهم، يعني يمكن الستارة ما بتحمل يكون فيها أسود أو بدنا نغير الكوفر تبع المفرش تبع السرير، ولكن الباقي المتبقي هو على فكرة الكونتري ستايل دائما بيكون في صندوق خشبي. نعم. مثل ما برجع وبقول لك في حجر، في خشب، في جلد، في اشياء من الطبيعة، حتى الاكسسوار الموجود على الطاولة، اللايت اللي موجود كمان تحسي دافي دافي. نشوف النمط الآخر. نعم هذا على فكرة الكنبة الموجود معنا كثير حلو. نعم كثير حلو. هون أكثر شيء فيك تشوف الدمج بين قطعة كتير مودرن اللي هي الكنب اللي موجود معنا مع الخلفية الدافية اللي موجودة باللون الأحمر اللون الأسود اللي فيها طابع كلاسيكي أكتر. على فكرة الدمج مع بعضهم كتير حلو، حتى السجادة اللي بتشوفيها سجادة منا مودرن، بالرغم أن في مخاطرة في اختيار اللون الأحمر في البيت، يعني مو الكثير من الأشخاص ممكن يكون يعني قوي وعنده الأحمر لغرفة الجلوس، لغرفة. نعم. الجلوس، لغرفة الطعام. نعم. يعني لغرفة النوم نحن يمكن حكينا قبل أنه نستبعده أبداً منه مريح، ولكن على فكرة شوفي الأبيض طريقة مع الأحمر الدمج كانت وايد الدمج كتير حلو، في جرأة وفي خطورة كمان. نعم. أنه يكون هالقد حتى يلبق مع بعضه. نشوف النمط هل تقليدي مودرن؟ نحن المتعارف عليه انه نحن جلسه عربيه. صحيح. لما بيجي على بالك جلسه عربيه، على فكره هن الجلسه العربيه هون متبعينها مثل ما هي، الجلسه العربيه هي عباره عن جلسه بدون ارجل، حتى بيكون عندنا الطاولات منخفضين. نعم. مفروض تكون مريحه، مفروض تكون هيك الانسان يحس بدفى فيها، ولكن هون عطينا هالطابع اللي كثير مودرن والجرأة باختيار الالوان. اذا مثل ما قلنا ان الدمج بين المودرن وبين التقليدي هو شيء ممكن يكون ملائم وجميل. صحيح. ومنه خطا حلو. ولكن في هذه في تلك الصوره كان هنا الخطا، يعني ما كان في خطأ أبداً في طريقة الأولى. الألوان نحن بعدنا محافظين. نعم. على فكرة جلسة عربية، وبنفس الوقت نحن عم نستخدم ألوان جريئة، وإذا بترجعي منأكد ونرجع منشوف الصورة ما في لون صريح، يعني ما عندك الأصفر الرئيسي، ما عندك. نعم. الأزرق، وما عندك الأحمر الرئيسي، كله مشتقات الألوان الرئيسية الثلاثة. نعم. ولكن فيها ترابط رائع، بالعكس أنا هيدي بشوفها كتير حلوة، كتير كتير حلو هالدمج اللي موجود. نعم. هنا تختلف الأذواق. هون هون رحنا على هيدا الطراز الفرنسي الريفي. نعم. يعني اللي بيعتمد على الفينتج، ونحن كتير منشوفها بالسوق لما بتقولي إشياء الفينتج أو الشابي شيك اللي هو الإشياء المعتقة، يعني بتحس الخشب، الخشب اللي فيه التشققات الموجودة. نعم. بتحس استخدام ألوان الباستيل الموجودة، بتحس الإشياء الرستي اللي هي فيها صدأ موجودة. نعم. على فكرة التناسق الألوان كلها ألوان الباستيل مع الخشب الموجود على الأرض، شوفها داي بتحسي براحة نفسية، وحتى لو الباترنز مختلفة في هذه الصورة ولكن تحسيها متناسقة. على فكرة دايما بالطراز الفرنسي الريفي بيكون في عندك الألوان البيج، الباج السكري الابيض هي الاساسيه، ولكن بيستعملوا دائما في باترنز وخصوصا بالوسائد. نعم. انه انت بيكون عندك وحده مقلمه، وحده معرقه، وحده مختلفين، ولكن دائما في لون موحد، يعني دائما في من بعضهم. شكرا جزيلا رنا، دائما يدخل الوقت في فقرتك دائما تكون مليئه بانماط جديده، وان شاء الله يكون المشاهدين استفادوا. ان شاء الله يا رب، شكرا كثير لك. شكرا، وبعد الفاصل مستمرين معكم مشاهدينا.
هل سبق أن تذوقت طبق نودلز الأرز مع الإيجاص الأمريكي؟ السر مع الشيف ربيع عامر. يعتبر الإيجاص الأمريكي من أجود أنواع الإيجاص في العالم، وله شهرة كبيرة جداً، ويعتبر غني بالفيتامينات وذو قيمة غذائية كبيرة، بالإضافة أنه يدخل في الكثير من الأطباق المتنوعة. واليوم معنا طبق نودلز الأرز مع الإيجاص الأمريكي اللي بيحضره ويقدمه الشيف ربيع عامر، فلنتابع. الشيف ربيع عامر، الشيف التنفيذي لمجموعة مطاعم المشوار. وصفتنا لليوم هي عبارة عن الرز أو نودلز الأرز مع الإيجاص الأمريكي. طبعاً الإيجاص الأمريكي بيتميز بالعصارة المتوفرة فيه والرائحة الفوحة. السبب في ذلك هو التربة البركانية الخاص به في مدينة واشنطن. في العديد من أنواع الإيجاص في أمريكا، في أكثر من 6-7 أنواع من الإيجاص، في البارتلت الأصفر، في البارتلت الأحمر. أنا اليوم راح أشتغل بالأنجو الأخضر، طبعاً في الأنجو الأحمر. يتميز هذا النوع من الإيجاص اللي هو نحن هذا الأنجو الأخضر، أنه أثناء فترة النضوج بيظل محافظ على نفس درجة اللون. طبعاً نضوج الفاكهة الإيجاص أو الكمثرى من الداخل إلى الخارج، هذا سبب في نسبة العصارة الموجودة فيه ورائحته الفوحة. طبعاً نضغط نحن على الإيجاص بالشكل هذا، إذا كان طري شوية معناته الإيجاص عندنا نضج. بيبدأ موسم الحصاد طبعاً في أمريكا من شهر أغسطس ولغاية شهر يناير. الوصفة اللي نحن راح نحكي عنها اليوم هي نودلز الأرز. أنا مستخدم فيها نوعين من الأرز بالإضافة إلى الإيجاص. نحن لنكون عندنا طبق أو لنحصل على قيمة غذائية عالية بوجباتنا اللي عم نتناولها يوميا، لازم يكون في عندنا حصتين من الفاكهة داخلي بنظامنا الغذائي. فلذلك نحن بنشجع بوضع الفاكهة في الوصفات، سواء كانت سلطة أو سواء كانت مين كورس أو حلويات. طبعا المكون الأول اللي هو الدجاج الكيوبس المقطع بشكل مكعبات، الثوم المفروم، الثوم المقلي أو المحمص، مكعبات الجزر المسلوقة مسبقاً، البك تشوي الصيني المسلوق مسبقاً أيضاً. المكون عم نحكي عنه اليوم اللي هو الإيجاص الأمريكي. عندنا أيضاً البروكلي المسلوق مسبقاً، بالإضافة إلى الفول السوداني، صويا صوص، زيت السمسم، رشة ملح، رشة فلفل، نوعين من نودلز الأرز المسلوق مسبقا. رح نبتدي طبعا بالخطوة الأولى، نحن رح نضيف زيت السمسم. زيت السمسم ونحن عم نشتغل فيه بيعطينا رائحة كثير لذيذة. طبعا هذا الطبق فيه تضارب من النكهات. ضفنا المكون الثاني اللي هو الثوم. طبعا نحن هون الثوم ما بدنا نحرق وما بدنا نخلي يكون لون بني، رح نستخدم ايضا ثوم محمص. المكون الثاني اللي رح نستخدمه هو الدجاج، بس استنى شوي صغير نحن على الثوم حتى ناخذ هاي الرائحه. هلا رح نضيف القطع الدجاج. طبعا عمليه الاستواء تستمر مع استواء الثوم. طبعا الدجاج اصبح ناضج. هلا راح نقوم باضافه النودلز الارز هو مسلوق مسبقا، والخضار اللي هي الباك تشوي مع الجزر مع البروكلي راح نضيفها للمي الساخنه. هذه النودلز بعد ما سقطناها بالمي السخنه اصبحت عندنا النودلز جاهزه. طبعا في عنا اللي هو الباك تشوي الصيني او الخس الصيني، نحن راح نقوم باضافته ايضا الى هاي المي السخنه، فقط مجرد اني اخذ انا الحراره منه، يعني ما بيحتاج كثير وقت.
مجرد ما أنا سقطته بالمي أخذ الحرارة، لأني رح أضيفه أنا على الطبق اللي رح أحضره مع الدجاج اللي نحن عم نطبخه. هلأ صار عندنا هدول المكونات الاثنين هون جاهزين، رح نكمل شغلنا نحن هون. رح نضيف صوص الصويا، رح نقوم هلأ بإضافة النودلز، نضيف باقي المكونات بهي الوصفة. في عندنا هون الجزر طبعا مسلوق ايضا مسبقا، بس انا ما سقطته بالمي لاني الجزر قطع صغيره ما بيحتاج، بياخذ الحراره مع النودلز. وال عندنا الفول السوداني طبعا، كمل التحريك. هون نحن بنشوف درجات اللون، طبعا اذا بدنا بعد صويا صوص فينا بنضيف. انا هون ما ضفت ملح لانه الصوص الصويا بطبيعته مالح، طبعا البك تشوي راح نضيف قطع منه بهذا الشكل. وعندنا السكر البني اللي بنعمل فيه الاجاص كارمل ايس او نكرمل الاجاص اللي راح نشتغل فيه. طبعا الاجاص انا هون محضره كيوب مسبقا لاختصار الوقت. هلا راح نضيف الجزء من الإجاصة اللي نحن حضرناه هذا الشكل مكعبات، خلينا ايضا جزء نضيفه بالاخر. هلا ما بتاخذ معنا وقت كثير، تقريبا الوصفه اصبحت جاهزه. بنضيف لها رشه فلفل، رشه ملح صغير، يعني مثل ما ذكرنا انه الصويا صوص بطبيعته مالح. طبعا الوصفه هلا اصبحت جاهزه، فينا نروح نسكب الطبق اللي هو نودلز الارز مع الاجاص الامريكي. وصفه كثير سهله وتحضيرها كثير بسيط. مثل ما احنا شايفين التدخين، يعني نحن عم ندخل الاجاص الامريكي بالعديد من هذه الوصفات. الطبق ما اخذ معنا كثير وقت، رفعنا قيمه المكونات الغذائيه لهذا الطبق باضافه الفاكهه، فاكهة الإجاص الأمريكي. أضفنا الإجاص، قطع الإجاص اللي عملناها الكراميل مع السكر في الوصفة، ورح نزين أيضا الطبق بقطع الثاني بالإضافة لرشة من البينات، وبنستخدمها هيك بهالشكل. هيك وصفتنا لليوم أصبحت جاهزة، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. وفي هذه الفقرة بنكون وصلنا معكم لنهاية فقرات برنامج استوديو الظفرة بفترة الصباحية، على أمل أن نلتقيكم في الفترة المسائية لهذا اليوم، وانتظرونا في يوم جديد وحلقة جديدة من استوديو الظفرة. إلى ذلك الحين هذه تحية مني ومن فريق العمل، وفي أمان الله.